الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. تتواصل التحديات والانطلاقات من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن. انطلاقاتي هذه الأمسية التراثية الجميلة الخاصة بسن الإذاع وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ينطلق شوطنا التاسع، يحمل لنا بطياته الأبكار 6 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. نسير مع هذه الأسماء المميزة مباشرة مع المركز الأول، مع الصدارة، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة هنا بروق بشعار هجن الشحانية، ضمنها فاران بن محمد بن قريع المري الصامل، من يقدم لنا بروق مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني تتواجد هنا غيم لهجن الشحانية، يضمنها المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث، ثالث الأسماء من تتواجد وتنطلق أيضا هنا مشاهدينا الكرام، اللي هي الشحانية لهجن الشحانية، يضمنها البرنس جار الله بن عقيل، من يقدم الشحانية من غيرت وانتقلت إلى صدارة هذا الشوط. بينما المركز الرابع تتواجد براقة القادمة بشعار هجن الشحانية، يضمنها جار الله بن عقيل، هنا البرنس يقدم لنا براقة مع المركز الرابع. والمركز الخامس سيوف، من تدخلت في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني، راشد بن علي آل بريس المري، من يقدم لنا سيوف مع المركز الخامس وغيرت في هذه اللحظات إلى المركز الثاني. هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه التحديات المميزة ويحمل لنا هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة في هذه الأمسية التراثية الجميلة، أمسية سن الإذاع وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية صدارة الشوط، هنا الشحانية القائدة لهذه الأسماء في ميدان الشحانية ولهجن الشحانية، تقود الأسماء والتحديات الأولى في هذه اللحظات. يضمنها البرنس جار الله بن عقيل، من يقدم لنا الشحانية بتحدياتها المميزة والكبيرة مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني تتواجد هنا وتنطلق سيوف لسعادة الشيخ سلطان بن جاسم فهد آل ثاني، راشد بن علي آل بريس المري يقدم لنا سيوف مع المركز الثاني. بينما ثالث الأسماء تتواجد هنا بروق بهجن الشحانية، يضمنها فاران بن محمد بن قريع الصامل، يقدم لنا بروق مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع، هنا غيم القادمة مع المركز الرابع، تتقدم بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم غيم في مسار هذا الشوط الذي أيضا يسير بتحديات مميزة وكبيرة. بينما المركز الخامس تتواجد هنا براقة لهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل، يقدم لنا براقة مع المركز الخامس. هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة ويحمل لنا هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة في هذه الأمسية الجميلة. مشاهدينا متابعينا الكرام، العودة هناك إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية. الشحانية هي القائدة، هي من تقود الأسماء، هي من تحضر بحضور الكبار هنا مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط بشعار هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن عقيل، يقدم الشحانية، تسير الشحانية هناك لتكون هي القائدة لهذه المسيرة التراثية الجميلة مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني سيوف، من تتواجد بشعار سعادة الشيخ سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني، راشد بن علي آل بريص المري، يقدم لنا تحديات سيوف، يتابع سيوف في عملية التضمير. بينما المركز الثالث تتواجد بروق، تنطلق هنا بروق بشعار هجن الشحانية بقيادة فاران بن محمد بن قريع المري الصامل، يقدم بروق. بينما المركز الرابع تتواجد بشعار الشحانية
تنطلق هنا غيم بمتابعة المشاغب، يقدم لنا المشاغب انطلاقة غيم محمد بن خالد العطية، يأتي أيضا بهذا الحضور المميز من خلال تواجد غيم مع المركز الرابع المركز الخامس القادمة براقة بشعار هجن الشحانية، يضمنها البرنس جرن بن عقيل، يقدم لنا براقة في هذا المسار المميز والكبير. ولكن شوف الوصول، شوف اللي دخلت في هذه اللحظات، وصلت عالية بشعار هجن الشحانية، يضمنها الذهبي سالم بن فاران المري، يقدم عالية القادمة هنا من تدخل إلى دائرة الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط مشاهدينا الكرام. ولكن عودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية، هنا براقة أو هنا مشاهدينا الكرام الشحانية هي القائدة، هي من تقود هذه الأسماء والتحديات الأولى مع البداية مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل، يقدم لنا الشحانية، يقدم لنا براقة مع المركز الثاني والمركز الأول بشعار هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن عقيل، يقدم هذه الأسماء المميزة والكبيرة يا سلام. بينما المركز الثالث أتابع الحضور والقدوم أيضا من شعار سعادة الشيخ سلطان بن جاسم فهد الثاني راشد بن علي البريس المري، ولكن يا سلام وصلت موكب في أول ندى في مسار هذا الشوط بشعار هجن الشحانية، يضمنها المشاغب محمد بن خالد العطية، يقدم موكب في هذه الانطلاقة المميزة. شوف القدوم أيضا، وصلت شقرة لهجن الشحانية في أول ندى بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري، يقدم لنا شقرة. ولكن مشاهدينا متابعينا الكرام دخلنا الأجواء الأخيرة بقيادة الشحانية، الشحانية هي القائدة لهذه الأسماء المميزة ما شاء الله بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل، ولكن عالية عالية هنا تتحرك مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، وأيضا من ميمنة الميدان براقة الحاضرة بشعار هجن الشحانية يضمنها البرنس جار الله بن عقيل، يقدم براقة في مسار هذا الشوط موكب مع المركز الرابع بشعار هجن الشحانية، يضمنها المشاغب محمد بن خالد العطية، رباعية مميزة في قيادة الشحانية، الشحانية مع البداية صامدة هنا مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، تؤكد حضورها المميز بشعار هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل مع الأمتار الأخيرة، ولكن عالية عالية القادمة ما شاء الله. شوف هذا الأداء المميز، عالية في هذه اللحظات تغير في هذه الانطلاقة، تقود الأسماء بشعار هجن الشحانية، العصف الأبطال نعم تحضر بحضور الكبار، سلام هجن الشحانية، سلام يا الذهبي على هذا الأداء المميز اللي تقدمه عالية مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا للذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الثاني كان الوصول من الشحانية لهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن عقيل، والمركز الثالث وصلت موكب لهجن الشحانية يضمنها المشاغب محمد بن خالد العطية، والمركز الرابع كان الوصول من بروق لهجن الشحانية بقيادة فاران بن محمد بن قريع، والمركز الرابع وصلت الماجدة لهجن الشحانية يضمنها فاران بن قريع، والمركز الخامس. إذا مشاهدينا الكرام كان الحضور المميز والكبير من عالية خاطفة الناموس هذا الشوط، توقيتها الزمني 9 دقائق 29 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا الذهبي سالم بن فاران المري من قدم عالية في هذا الشوط. بينما المركز الثاني الشحانية توقيتها الزمن 9 دقائق 29 ثانية 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا للبرنس جار الله بن عقيل. بينما المركز الثالث وصلت موكب 9 دقائق 30 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهانينا للمشاغب محمد بن خالد العطية على اختطاف موكب المركز الثالث، تهانينا والناموس للجميع.